من بعد يعني سلسله ديال 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 ضبط المخالفين، فاليوم جينا للمقر ديال الشركه، يعني تتخدم بواسطه التطبيقات بدون يعني كما تنقولوا بوجه احمر، مخالفه للقانون وحاله مقر يعني بوجه احمر. وهذا المقر هذا اللي تتمارس فيه عمليات ديال توهيم الشباب يعني فرص عمل، وهذا الشيء هذا راه غير صحيح. كيف ما تنعرفوا على ان اي سياره تتضبط بواسطه يعني تتشغل بواسطه النقل السري، راه المآل ديالها راه معروف والغرامه ديالها راه معروفه وسحب الرخصه. هاد الشركه هادي كنا حنا في الاول يعني الاساس اللي خدات الترخيص خداته على اساس انها تشتغل مع سيارات الاجره. اذا حنا راه النهار اللي دخلت للمغرب هاد الشركه هادي راه اشتغلنا معها حنا سيارات الاجره، وكنا تنشتغلوا معها من اجل تطوير الخدمات ديال سيارات الاجره ويعني منافسة بطريقة شريفة، يعني من خلال يعني تنافسوا أنواع ولا أنماط النقل القانونية، تنهضروش على الأنماط النقل غير القانونية، تنافسوا أنماط النقل القانونية. الموضوع ديال هاد لابليكاسيون ديال النقل السري دار واحد الضجة كبيرة في الدار البيضاء، ودار ضجة كبيرة في المغرب كامل، حيث أنهم كيقوموا بواحد العمل غير قانوني امام السلطات، امام الطاكسيات، امام كل شيء. كيهزوا لابليكاسيون كيديروا وساطه، هاد هيتش هادي كدير وساطه، هاد الشركه المشؤومه كدير وساطه ما بين السيارات عاديين والزبناء، وهذا نقل غير مشروع غير قانوني. النقل ديال الزبناء عنده ضوابط قانونيه ديالو، الضوابط القانونيه ديالو كتجلى في سياره الاجره. سياره الاجره هي اللي عندها الحق نقل الزبناء، اللي عندها رخصه نقل الزبناء، عندها تامين ديال الزبناء، عندها تامين، عندها نقل، عندها رخصه ديال السياره ديال السياقه بيرمي دو كونفيونس. يعني هادشي ما كاينش عند النقل السري. نقل السري سيارة عادية كيديروا لابليكاسيون وكيديروا ديك الوساطة ما بينه وما بين الزبون، وهذا نقل غير مشروع. فاليوم حنا جينا باش نحتجوا هنايا باش يتم الإغلاق ديال هذا المكتب ديالهم، ويتم إنهاء النشاط ديالهم.